ماذا تعني كلمة يخصفان؟ في اللغة لها عدة معان: خصف النعل ونحوها، أي خاطها بالمخصف، وخرزها وأصلحها. خصف العريان الورق على جسمه، ألزقه به، غطاه به، أي ستره به. والمخصف، المثقب، والمخرز. والخصفة بالتحريك جلة التمر. والأخصف من الجبال الذي لونه يكون الرمادي، فيه بياض وسواد. وقد وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى: واطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وقد وردت في الشعر العربي، فقال العجاج في صفة الصبح: حتى إذا ما ليله تكشفا، أبدى الصباح عن بريم أخصفا.